والتغيير. ومن واشنطن السفير ديفيد شن مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون إفريقيا، أهلا بكما ضيفينا الكريمين. سيد وجدي صالح من الخرطوم، لماذا حمدوك؟ نعم، تم الإجماع من قبل قوى الحرية والتغيير على المرشح واختيار عبد الله حمدوك الرئيس للوزارة، لأننا قد بينا في هذه الثورة أن هذه الحكومة الانتقالية حكومة ذات مهام محددة، وبالتالي سيكون معيار الكفاءة هو المعيار الأساس في اختيار رئيس الحكومة وكذلك أعضاء الحكومة أو مجلس الوزراء. تم حقيقة عقدنا ورش سابقة للاختيار، وحددنا من خلال هذه الورش من خلال متخصصين وأساتذة الجامعات والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني معايير للاختيار. هذه المعايير تجاوزت 30 معيار، من قمنا بفرز المرشحين وبالتالي وصلنا إلى قائمة صغيرة، ثم بعد ذلك تم من ضمن اختيار الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا انسبا طيب لهذه. سريعا سيد وجدي صالح، في هذه النقطة طريقة الاختيار، هل تم تجاوز الخلاف مع الجبهة الثورية حتى يتم الذهاب إلى اختيار رئيس للحكومة، وهل تم التوافق معها على هذا الاسم؟ ليست للجبهة الثورية أي اعتراضات على عبد الله حمدوك، كما أنها أيضا كانت في المراحل الأولى للترشيحات الأولية لاختيار عبد الله حمدوك. الآن أقول أن هنالك إجماع حتى من القوى التي تعارض حتى قوى الحرية والتغيير، الآن هنالك ارتياح من قبل الشارع السوداني على أساس أن هذه الحكومة سيرأسها أحد الكفاءات الوطنية المشهود لها وتشهد بذلك سيرته الذاتية. طيب سيد ديفيد شن، الخارجية الأمريكية زادت على شروطها السابقة بالنسبة لرفع العقوبات عن السودان، كانت تتحدث عن تسليم الأمور إلى حكومة مدنية. عندما اقترب الأمر ونحن نشاهد ما يحدث في السودان من هذا المنحى، زادت الآن فكرة تحقيق السلام وهي التي تبدو صعبة في هذه المرحلة، كيف نفهم ذلك؟ إذا تعريف السلام هو حسب الشخص الذي يعبر عن ذلك. بالنسبة للتعريف وتفسير الولايات المتحدة هو مختلف عن ذلك الموجود لدى السودانيين، لكن ربما قد يكون هناك تفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحول ما يحدد أو يشكل السلام. الخطوات التي تم اتخاذها في الأسابيع القليلة الماضية كانت إيجابية. اختيار الدكتور عبد الله حمدوك هو اختيار ممتاز. حظيت بفرصة اللقاء به في أديس أبابا في يونيو، وهو تكنوقراطي وهو شخص معروف من الناحية الاقتصادية، اقتصادي معروف، له خلفية وسعة النطاق مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي، وهذا يعتبر مطمئنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وآخرين أن السودان تمضي بالاتجاه الصحيح الآن. سيد وجدي صالح، تجمع المهنيين وهو مكون رئيسي من قوى الحرية والتغيير كان قد تحدث عن دور رقابي بالنسبة لرئيس الحكومة، نريد أن نفهم أكثر ما هي مرجعية أو المرجعية السياسية لرئيس الوزراء وخلفه قوى الحرية والتغيير وهي التي تضم أكثر من 80 فصيلا، كيف ستكون آلية هذه الرقابة؟ نعم، الحرية والتغيير حقيقة تضم أكثر من 181 مكون، وهذا أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان السياسي. المرجعية حقيقة الحاضنة السياسية لحكومة الدكتور عبد الله حمدوك ستكون قوى الحرية والتغيير، وستعمل هذه الحكومة على تنفيذ برنامج قوى الحرية والتغيير المتوافق عليه والذي أعلن يعني بشكل عام عناوينه العامة في أول يناير من هذا العام، وهو البرنامج الذي استصحبته الثورة طوال هذه الفترة حتى سقوط النظام وحتى هذه اللحظة التي وصلنا إليها. الرغيب الأساسي سيكون هنالك الحاضنة السياسية الحرية والتغيير، ثم سيكون أيضا المجلس التشريعي أو البرلمان الانتقالي الذي سيتشكل خلال الفترة القادمة إن شاء الله، كما أن أكبر رغيب والذي نتمنى أن لا يغيب ولن يغيب إن شاء الله عن الشارع
اللي هو الشارع السوداني هو الذي سيراغب كل هذه المؤسسات وكل هيكل السلطة الانتقالية. ونحن في الحرية والتغيير نقول لكل جماهير الشعب السوداني، أنتم العين الأمينة والصادقة والتي يمكن من خلالها مراقبة كل الأداء، سواء كان داخل السلطة التنفيذية وحتى داخل السلطة التشريعية أو المجلس التشريعي. لا تجعلوا هذه السلطات تغيب عن أعينكم، وعبروا عن آرائكم بحرية حتى نستطيع أن نشكل رغابة حقيقية وليست رغابة مزيفة كما كانت في السابق وفي كل سأعود إلى الحروب التي نقطة عشناها. رقابة قوى الحرية والتغيير سيد وجدي صالح، ولكن فقط دعنا نستفسر من السيد ديفيد شن، كيف نفهم الخطوة الأمريكية عن منع الرئيس السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح غوش من دخول الأراضي الأمريكية؟ أي رسالة أرادت إيصالها الولايات المتحدة؟ أعتقد أن الرسالة هي رسالة واضحة. الرسالة هي أن صلاح غوش لديه سمعة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، والإدارة الأمريكية قررت أن الوقت ليس مناسبا للسماح له بدخول الولايات المتحدة، وفرضت عقوبات من أجل إرسال رسالة لسودانيين آخرين قد تكون لديهم خلفية انتهاك لحقوق الإنسان، لتقول لهم أنهم لن يكونوا مرحب بهم في الولايات المتحدة. والرسالة سيتم التوصل بها، وكذلك تتعلق وكذلك قوى الحرية والتعبير التغيير عفوا هي مرحبة بهذا القرار. سيد ديفيد شن، ولكن هناك تساؤل، يعني فجأة انتبهت الولايات المتحدة إلى أن غوش لديه سجل سيء في مجال حقوق الإنسان، وهو الذي قيل إنه قدم خدمات جليلة لواشنطن عبر سنوات خدمته. أنا لا أقول أن حكومة الولايات المتحدة متسقة 100% دائما، الأمور تتغير، وأحيانا نتيجة لذلك نتوصل إلى قرارات مختلفة. إذن غوش كان لديه علاقات قوية مع الرئيس السابق البشير الذي لم يعد في السلطة، وهذا تغير مهم، وربما قد كانت هناك أدلة إضافية ظهرت على السطح التي تورط سيد غوش، وهذه من التغييرات وهذه واحدة منها. سيد وجدي صالح، كنت تتحدث عن دور رقاب لقوى الحرية والتغيير، كيف ذلك ونحن نرى يوما بعد يوم ملامح تصدع داخل كيان هذه القوى؟ أنا لا أقول أن قوى الحرية والتغيير تتصدع في هذه الأيام، ولكن قوى الحرية والتغيير انتقلت من مرحلة وإلى مرحلة، وهذا التحالف العريض بالطبع سيكون هنالك تباين في وجهات النظر في العديد من القضايا، وهذه مسألة إيجابية. أعتقد أننا لا نريد أن نكون يعني صورة كربونية من بعض، نحن لابد أن يكون بيننا تمايز وتباين، وهذا التباين شيء إيجابي في هذه المرحلة الديمقراطية. نحن حقيقة حريصين بأن تكون هنالك رؤى حتى معارضة للحرية والتغيير، سواء كانت خارج الحرية والتغيير أو داخل الحرية والتغيير فيما تخططه من سياسات، لأن ذلك يصحح المسار ويجعل الفترة الانتقالية فترة يمكن أن نشكل عليها الرغابة من كل الاتجاهات. هو إعلان الحرية والتغيير الآن منسجمة، وهنالك مجلس مركزي هو الآن سيشكل الرغابة، بالإضافة إلى التنسيقية الموجودة، تنسيقية قوى الحرية والتغيير التي قادت هذه الثورة خلال المرحلة الفائتة إن شاء الله. طيب سيد وجدي، لدينا دقيقة واحدة وأريد أن أستفسر عن موضوع ذكرته أنت تحديدا في المؤتمر الصحفي، يتعلق بإطلاق يد رئيس الوزراء في تحديد شكل الدولة. هل لنا أن نفهم كيف ذلك، وهو الذي قيد في موضوع اختيار الوزراء؟ نحن لم نقل إطلاق يد رئيس الوزراء في أو أن المسألة شكل تعود إليه، إذا أردت أن المسألة تعود إليه. نعم، نحن نقول أن هنالك شكلين من أشكال النظام الحكم في السودان، النظام الفيدرالي أو الاتحاد الذي كان سائدا خلال فترة النظام الساقط، وكذلك هنالك تجربة الحكم الإقليمي في السودان، تجربتين حقيقة نحن نحتاج، لن نحسم هذه المسألة بشكل نهائي، سيحسمها المؤتمر
الدستوري والدستور الثاني، أشكرك ولكن أعطينا الخيار لرئيس الوزراء لاختيار طريقة إدارة الحكم المناسبة خلال هذه الفترة أشكرك الحالية. سيد وجدي صالح، القيادية في قوى الحرية وتغيير، ضيفنا من الخرطوم عبر سكايب. الشكر موصول أيضا للسيد ديفيد